الله عليكم. واش الكنسة هنا؟ برافو، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذه السهرات التي كتنظم في إطار المعرض الدولي والملتقى الدولي لفلاحة في دورته 13. هذه السهرات اللي كتقام بالساحة الإدارية واللي كتنظمها مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع مجلس عمالة مجلس جماعة مكناس، مرحبا بكم جميع. اليوم عندنا سهرة نايضة، سهرة غادي تكون ممتازة. وعرفتوا باش غتكون ممتازة؟ بكم نتوما جمهور مكناس. في البداية مع الفن الأمازيغي ومع أهيدوس، والفرقة اللي عندنا اليوم فرقة متميزة، فرقة كتصنف من ضمن الفرق الممتازة في المغرب، فرقة إيزوران الحاجب برئاسة الحسن الشرقي. واش دير؟ يلا سيادنا نحيدسو مع إيزوران الحاجب والقدم الشرقي.
Thank you.
بسترقى وسراسك وغاموس وها وها ما تعمل دارجيني شرش ترى Thank you.
عروس رائع. كي جاوكم حيدوس؟ دائما مرحبا بالجمهور مكناس، مرحبا بالجمهور مكناس في هذه السهرة المتميزة والرائعة. هذه السهرة اللي كتنظمها مجلس جهة فاس مكناس، مجلس جماعة مكناس، في إطار الاحتفال بالملتقى الدولي للفلاحة في دورته 13. هذه الاحتفالات وهذه السهرات اللي كتنظم اللي كان خلالها كنرحبوا بضيوف مدينة مكناس، واش مستعدين ترحبوا بهم؟ هلا تعطيونا شي تعشيقة على النبي. صلاة الجمهور الحي. اللهم صلوا عليه، اللهم صلوا عليه، اللهم صلوا عليه. تبارك الله عليكم. دابا غادي نعيشوا لحظات رائعه مع التراث العيساوي، التراث ديال بلادنا وديال مدينتنا. شايل لها الشيخ الكامل والطائفة اللي معنا، طائفة رائعة، المقدم ديالها صوت متميز، صوت رائع وإبداع. طائفة الشباب كلهم ولاد البلاد، واش مستعدين تشجعوهم؟ يلا اللي باغي عيساوية يهزلي التلمنية، نهزلي التسرية، نحرقوهم بجوج. وما تنساوش اليوم معنا فنانة رائعة، فنانة متميزة، فنانة اللي عندها بصمات على الأغنية الشعبية، صوت مجلجل ورائع، فنانة اللي جابت العالم وشرفات المغرب بالموسيقى الشعبية. شكون هي؟ نجاة عتابو. يلا حتى هي نعطيوها. اللهم صلوا عليك، اللهم صلوا عليك، اللهم صلوا عليك. كتسمعوا ديك السرورات على ميلود؟ غادي نقولوا السرورات وانتم تقولوا على مكناس. سرورات، سرورات، محجوبات، محجوبات. تبارك الله عليكم. الطائفة العيساوية اللي ركب الطائفة الربانية اللي ركب الفيلالي مع المقدم بدر المرابط.